مرحبا، معكم فارس العابد. اليوم حاب أشرح لكم كيف نقدر نثبت الهيدر فلما ننزل لتحت يظل ثابت فوق، أو كيف نقدر نثبت الكولوم فلما نروح على اليمين يظل ثابت أول كولوم. نروح للتطبيق. عندنا هنا تيبل، أنا بس بدي أنزل لتحت، بدي أعرف كل كولوم شو هو لحتى أقدر أثبت الهيدر. بظل للرو اللي تحتيه، بعدين بروح على فيو، فري سبينز، فري سبينز. لاحظ بس أنزل لتحت الهيدر ثابت، وفي عندي خط فاهي هون بدل لي وين الهيدر ثابت. أوكي، فري سبينز، أن فري سبينز برجع لي الأمور زي ما كانت. إذا بدي أثبت أول كولوم بضلل الكولوم اللي موجود بعديه، بعدين بروح على فري سبينز، فري سبينز. لاحظ إذا رحت على اليمين الكولوم عندي ثابت. أوكي، هلا بس بدي إياك تفكر كيف بقدر أثبت أول كولوم وأول رو مع بعض. طيب، حتى تقدر تثبت أول كولوم أول رو بنختار السل اللي فوقيها الرو بدي أثبته والكولوم اللي قبليه بدي أثبته، بعدين بروح على فري سبينز، فري سبينز. لاحظ إذا نزلت لتحت الهيدر ثابت، إذا رحت لليمين الكولوم ثابت. إن شاء الله تكون استفدت من هذا الفيديو. إذا عجبك الفيديو ياريت تحط لايك، وإذا عجبك المحتوى تقدر تشترك بالقناة، وإذا في عندك أي سؤال حاب تعرف عنه أكثر تقدر تكتبه بالكومنتس. إن شاء الله نشوفكم بالمرة الجاي. سلام.